بس الزبيب الحلو اللي هو بانتوني او بانتون او بانتوني، 3 كوب طحين، 3 بيض، 2 بياض بيض، برش برتقالي، 2 ملعقه كبيره فانيلا، كوب وربع حليب، 2 كوب ربع حليب، 2 ملعقه صغيره بيكنج باودر، ملعقه كبيره خميره، كوب سكر، رشه ملح، 5 ملاعق كبيره زبده، نص كوب زبيب ونص كوب جوز او بيكان. هلا بنحط الحليب زي ما بنعمل العجاين العاديه، بس في لها طريقه تانية. هون بدنا نحط شويه سكر، تمام، اللي هو تقريبا معلقه بناخذها من السكر، وبدنا نحط الخميره، تمام. هلا بنحركهم مع بعض منيح، بنحركهم مع بعض، والحليب دافي شوي، لازم يكون دافي عشان الخميره تطلع ترفع. اوكي، بعدين هلا بنيجي بناخذ، هلا نيجي بناخذ من الطحين. هلا هون اللي بيختلف عن باقي الكعكات، بنخمر الطحين بالحليب. فبنحط من الطحين تقريبا 5 معالق. اوكي، بنحركهم مع بعض، نتركهم على راحتهم ثلث ساعة ليخمر. البيكنج باودر موجود بالطحين. اوكي، هلا بنيجي على البيض، عندنا بياض وعندنا صفار، نحطهم كلهم مع بعض. البياض قد الصفار ولا البياض؟ لا، 3 بيض و2 بياض. اوكي، هلا الفانيلا محطوطه معه، انا بحب احط الفانيلا بالمره عشان تعطيني ريحه زاكيه. اوكي، هلا بنخفقهم، بنحركهم. بعدين بنحط السكر، كله هلا بقيت الكميه. خلص بقيت الكميه كامله. هلا دائما البيض لازم رشه ملح، ما بزبط. اوكي، ليش رشة الملح؟ رشة الملح بتعادل البيض، ما بتخليه يتوزع يتوزع بتساوي بالكعكة، تعادل البيض. أي كعكة فيها لازم رشة، بس إيش يعني عشان ما تخرب لنا الطعم، رشة خفيفة. رشة يا دوب. أوكي. أوكي. بنحركه منيح لنتأكد إنه السكر داب. بدي أخذ يعني ليتجانس كله مع بعض. كله مع بعض، بعدين بندير الزبدة، الزبدة زي ما أنتم شايفين دايبة. سايحة، مش لازم تكون باردة، بس طبعا مش لازم تكون سخنة، لأنه إذا كانت كثير سخنة بتطبخ البيض، بتطبخه بتزنخه. طبعا ما بصير. فعمهلنا ننزله. اوكي، بنحركه، وأصلا رح يفوت على الفرن فما بخوف البيض، تمام. بننزل الزبدة تدريجي، بسموها خيط، عرفتي؟ بنضل نحرك. حلوة الريحة. هلا شوفي ما أحلاهم، يا ريت الكاميرا تبين الفقاعات اللي موجوده هون، ببينوا. شوفوا كيف الخمر، الطحين، الطحين اللي خمر بالخميره، شوفوا ما احلاه. فهذا كثير بعطيها رفعه، بتاخذ العقل للكيك. هلا بنحط الطحين تدريجي، تمام، نحطه هيك تدريجي. برضه بدنا نحرك، هاي بدها هيك طوله بال الوصفه. هلا قبل ما احط باقي الطحين بدي احط الطحين الخمران. شوفي ما احلى، يعني زي اكنه نص الكيك، نص الطحين بتخمريه، بس 5 معالق احطها، والباقي بتحطيه عادي مع البيض 100%. هذه اللي بتعطيها الرفعه، يمكن بتعطيها رفعه كثير حلوه وبتخمر اسرع. لانه هو الطحين نفسه خمر هاي 100%. هلا بنحرك، هلا بتصير نعجنها زي العجينه بايدنا، بس خليني اخلص من السوائل هيك شوي على الشنطه. هي بدها تشربها شوي الطحين. طب قولي لي، هلا بتبلشي تضيفي عليها انت بقيه ال، هلا بحط الطحين، باقي الطحين كله، عشان تصير عجينه رسمي. هلا تصير عجينه رسمي. برش البرتقال، يا عيني كثير زاكي. طبعا انا الزبيب هذا نقعته بحليب، وفي ناس بيقدروا ينقعوه بمي، بس ما تحطوه مش منقوع، اذا حطيتيه مش منقوع بضل ثقيل وبيضل على الوجه، ما بيختلط بتنقع. يا بتنقعوه بحليب يا بتنقعوه بمي، وسخنه لازم تكون، او عصير برتقال، او عصير برتقال طلع اسكا واسكا، بعطيها طعم بجنن، بس انا لازم يكون شوي سخون. عصير برتقال صعب تسخنيه. يعني ممكن اذا قبل بيوم بعصير برتقال ما في مشكله، بصير بعطيه طراوه كثير زاكي. هاي البيكان، وانا مخلي شويه بيكان للوجه كمان. هلا بدي احركها بايدي، يا عيني. هلا بتعملي ايدك هيك 4 اصابع كانها ماكينه، وبصير تعملي هيك تستعيدي عنها، عن ايد بايدك عن الماكينه. حلو، نغطيها. اوكي، قد ايه بدك تغطيها؟ نتركها 3 ساعات.
3 لأربع ساعات، وتتحمل لحد 6 ساعات ما في مشكلة، لحد 6 ساعات معاكم. 6 ساعات برا؟ تترك بس حاولوا تحطوها. هاي شو رح تخمر؟ فشها لصوبة صح؟ لا. يعني خلوها في مكان دافي. هن بحطوها بورق بيشبه هذا، هلا انا ما لقيت منه كبير، لقيت منه بس صغير، فراح احطه. هذا موجود عشان اذا حدا سال، هذا موجود لقيته بوادي الرمم لانهم بيسالوني دائما. راح احطه بتبعت الكب كيك واحطه جوا لانه ما عندي خيار ثاني. طيب ليلى، نعقد الامور نحن، يعني حتى لو طلعت قالب كيك عادي يعني بدناش نعقد. بصير بصير طبعا. طب قولي لي، وبالكب كيك العادي لو مش زي هذا وهذا برضه بصير، بس انا عشان بديها تطلع شوي بتشبه الحقيقيه. عرفتي؟ بتشبه الحقيقيه صح. بنحطه 40 دقيقة بياخدوا على درجة حرارة 180، بس أنا هلا ما رح أشغل الفرن، لسه بدهم يخمروا كمان ساعة. يعني ساعة غير الثلاث ساعات؟ غير الثلاث ساعات. أوه هاي بدها وقت.